طبعا بنتكلم على ثورة 17 فبراير الذكرى السادسة، فأكيد كما تشوف احنا في ميدان الشهداء فرحان هلبة، أكيد أننا متواجد في ميدان الشهداء. الزخم الموجود الآن في ميدان الشهداء، ونقول لهم أن ثورة 17 فبراير بإذن الله منتصرة، وبإذن الله حتتقدم وحترسخ الديمقراطية في الدولة الليبية، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله حيتم رص الصفوف لثوارنا الأحرار. ومبارك الخطوة اللي أخطاها الثوار في رص الصفوف في جهاز الحرس الوطني. نشوف أنه بيكون زاهر وعامر، وبيكونوا أغلبية شباب ليبيا متفوقين وذات مراتب عالية، ويكون عندها منصب في العالم، وبتكون دولة حضارية قائمة على نظام ديمقراطي ودستور. يعني ليبيا زيها زي أي دولة. لما جت الثورة وجد يعني بد الشعب الليبي، بدت ليبيا في حالة فوضى، يعني طبيعي إنها في دولة، لكنها هي بترجع موحدة، بترجع شرق وغرب موحدين مجتمعين مع بعضهم، كلهم مع بعضهم. أهني الشعب الليبي بانتصاراته بثورة فبراير، الثورة التي أسقطت نظام الطاغوت، نظام الطاغية، وقضت عليه بإذن الله قضاء نهائيا، لن يعود إلى هذه البلد أبدا. وأما بعد سوف تكون ليبيا دولة ديمقراطية، دولة اسمه يسودها القانون، ودولة تبنى على مؤسسات تقيم دولة العدل ودولة اسم الرخاء والرفاه لكل الليبيين. نهني الشعب الأحرار الليبيين كلهم بحلول هذه الذكرى إن شاء الله. نقول للشعب الليبي تعالوا كلكم للميدان، تعالوا، ياسر من الدم، ياسر من مشاكل، ياسر من الحروب. قلة من المجرمين اللي فرقوا بناتنا، واللي خلوا المشاكل تحلو بين الليبيين، ويكرهوا فينا في الثورة. والله ثورة مباركة بإذن الله، والله بحضور الشعب هذه كلها جد تلقائيا وعفوية، والناس شارية أعلاماتها بفلوسها، وما فيش حد من ضغط عليها، ولا محل مسكر، ولا حد قالوا له سكر محلك وبرا أحضر الاحتفال. كلها ناس جاية بتلقى نفسها من حرارة، دم شهيد نازل يا ناس، والله دم شهداء، سواء اللي طاحوا مع النظام الأول ولا اللي طاحوا مع فبراير. كان لي أثر سيء، كان سيء جدا الانقسام على الليبيين، أثر نواحي سلبية كبيرة. الانقسام السياسي دار فجوة ما بين الليبيين، خلى الثورة تتعثر، خلى الناس يصير لها إحباط، ولكنها إن شاء الله ماشية رغم كل السنوات هذه، ضرورة للفهم الجيد للثورة. والله أولا نترحم على شهداء ثورة 17 فبراير وشهداء البنيان المرصوص، وبإذن الله ثورة 17 فبراير باقية، لأنها بدأت على مبدأ، وهي مبدأ أولا مبدأ الحرية ومبدأ الديمقراطية والمساواة ما بين الناس، اللي الأشياء اللي كانت مفقودة. وبإذن الله الثورة باقية إن شاء الله، رغم أن هذا اللي صاير فيها كل نتيجة لما الأشياء اللي كانت ناتجة من النظام السابق. هذه هي كل الحاجات اللي عرقلت ليبيا الآن، اللي معرقلتها كلها كان نتاج النظام السابق، لكن والآن الثورة بإذن الله تعالى، الشهداء اللي ضحوا من أجلها والناس الخيرة والطيبة اللي الآن بإذن الله يخدمها، حتكون ربما تكون مسافة يعني تبي مازالت وقت شوية، لكن إن شاء الله ثورة 17 فبراير، وبإذن الله تعالى الصبر قليلا من الصبر، وثورة 17 فبراير قامت من أجل كل الناس، وبالذات هؤلاء الأطفال الصغار اللي مستقبلهم إن شاء الله يكون عكس اللي كنا عايشين فيه احنا من ظلم والأشياء اللي ذكرتها لك كلها. يعني لو إن شيء واحد من إدارات الثورة، شيء واحد بس من إدارات الثورة، لكانت الثورة ضرورية، لأن الثورة لغت الربا، والثورة قضت على نظام فاشي ونظام قاسي ونظام ظالم. والثورة رغم، لكن طبعا أعداء الثورة أرادوا أن يجروا الشعب الليبي إلى الوقيعة من جديد وإلى الفتن، ويحاولوا أن يفسدوا الثورة على الشعب الليبي، ثم يعاودوا يقولوا انظروا هذه الثورة التي قمتم بها. مطالب الليبيين هي الذهاب إلى الانتخابات،
والآن في هنالك من يعرق الانتخابات. نتمنى من الله أن ييسر لنا الأمور وأن تعود ليبيا إلى نصابها الطبيعي، وأن نجمع كلمتنا ونجمع وحدتنا بإذن الله.